مندوبا عن سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، أوقد وزير الثقافة نبيه شقم شعلة مهرجان الفحيص إذانا بانطلاقة فعالياته لهذا العام في ساحة دير الروم في البلدة القديمة بالفحيص. وفي حفل الافتتاح الذي حضرته وزيرة السياحة والآثار لينا عناب وعدد من النواب والمسؤولين ورؤساء الكنائس المسيحية وجموع غفيرة من الزوار وأبناء المنطقة، ألقى مدير المهرجان أيمن سماوي كلمة أكد فيها أن مهرجان هذا العام ينطلق بفعاليات متميزة وببرنامج متنوع يليق بالعائلة الأردنية ويناسب جميع الأذواق، لافتا إلى أنه سيتم خلال فعالياته استذكار فلسطين والقدس وشهداء الوطن وتكريم ذويهم. هكذا هم الأردنيين، قبل ما أن نجيء إلى هنا احتفلنا بالقدس واحتفلنا بالعروبة، والآن نكرم شهداء الوطن. هذا هو النسيج الأردني اللي احنا كنا بنعتز به، وهيك علمنا الهاشميين، علمونا على حب الوطن، علمونا على العروبة، علمونا على الانتماء، علمونا على أنه احنا كنا شعب واحد بالأخير. وفي كلمته قال رئيس لجنة بلدية الفحيص المهندس منذر البخيت أن الأردن يمضي قدما بخطى ثابتة وواعدة، فمنذ أن تأسس ورايات الفخار تشرق وتعانق مراحل تطوره التي أرسى دعائمها الهاشميون والتي تعد علامة فارقة في جبين التاريخ ليتطور وينمو ليغدو واحة أمن وأمان. نحن اليوم على موعد مع الفرح، حيث يمتزج التاريخ والحضارة معا، نشعل شمعة جديدة من ليالي مدينتنا الغالية، ليالي المحبة والسعادة والسلام، لتمتلئ قلوبنا محبة للسلام بالفرح والحب والجمال والبهجة، فتزهو ليالي أفراحنا أعراسا وأعيادا بأمجاد هذا الوطن الحر الأبي الذي عطر التاريخ بأهازيج البطولة وعنفوان البقاء ليغدو محط أفئدة العالم أجمع، تغفو الأعين بأمنه وتستظل القلوب بأفياء الاستقرار والمحبة والأخاء العربي العربي. ويشارك في مهرجان الفحيص الذي تستمر فعالياته حتى العاشر من الشهر الجاري 40 مطرباً أردنياً، بالإضافة إلى فرقة الفحيص للموسيقى العربية وعدد من نجوم الفن العربي ومجموعة من الفرق المحلية الشعبية التي ستقدم على المسرح الرئيسي في أرض المهرجان ألواناً رائعة من التراث الفلكلوري الأردني. وجرى عقب الافتتاح تكريم ذوي شهداء الوطن والاحتفاء بشخصية هذا العام المرحوم محمد عودة القرعان وبمدينة عجلون التاريخية من خلال معرض خاص بها، وافتتاح مجموعة من المعارض، منها معرض متحف كنيسة الروم الأرثوذكس لشبيبة الروم، ومعرض كتب للكاتب المرحوم ناهض حتر، ومعارض أخرى تشتمل على نماذج من الحرف اليدوية والمنتجات الغذائية من إبداعات المرأة الأردنية. جمعيتنا تأسست لها سنتين، يعني حديث التأسس، فيها تقريباً 80 عضو، في عندك 16 سيدة بيشتغلوا بالمنتجات الغذائية، طبعاً كليتها عن طريق إرادة دورات فحصات، يعني المنتج تبعنا مفحوص من الجمعية العلمية الملكية. بشكر القائمين على مهرجان الفحيص اللي أتاحوا لنا هاي الفرصة المشاركة ودعم برضو للسيدات إنه نعرض منتجاتنا ويكون في تسويق للسوق المحلي، يعني إن شاء الله إنه خير.
فإحنا تراثنا، أنا مشروعي مشروع تراثنا وأجدادنا اللي هو التطريز اليدوي الحرفي. أي والله إحنا كل سنة بنيجي على مهرجان الفحاس لأنه إشي تراث كتير حلو وفعالياته كتير حلوة وبيسلي كمان. يعني بالمهرجان بتتجدد فيها دائما أجواء الوفاء للوطن وأجواء الفرح وأجواء المحبة اللي بتستقطب كل أطياف المجتمع الأردني، وبتميز المهرجان زي ما شاهدنا أو طلعنا على برنامجه في هذا العام بغنى ثقافي وغنى فني وغنى بالمعاني والقيم الوطنية اللي بتجسدها رسالة المهرجان. ويؤكد مهرجان الفحيص في كل دورة أنه يسعى دائما للتمييز على كافة الأصعدة الثقافية والسياسية والفنية، كما يحظى باهتمام وزارة السياحة والآثار ضمن دعمها المستمر لمهرجانات الوطن. طبعاً دور وزارة السياحة والآثار في دعم المهرجانات والفعاليات الفنية والثقافية مهم كتير لإلنا، لأنه إحنا برأينا الفن والثقافة هم جزء لا يتجزأ من السياحة، والسياحة اللي إحنا منحب إنه نروج لها. طبعاً أنا بلبست كتير بس أشوف نورسات يعطيهم ألف عافية، بنحكي لهم إنهم تذكروا الشهداء وذوي الشهداء، ولفت كتير حلو. يعني إحنا من إربد طبعاً مش من هون، كل سنة بنيجي من مأدبة طبعا في أيام المهرجان عشان نحضر مهرجان الفحيص، ومهرجان ناجح كثير ومرتب، وأهل الفحيص بيستاهلوا مهرجان فيها. زي ما بتشوفوا أجوانا بتجنن كل سنة، أجواء الفحيص بتجنن، إحنا ما بنستنى على نار مشان ننبسط هنا. أكيد المهرجانات دي بتقرب الفن العربي من بعضه وبتساعد على توحيد الصف العربي فنيا. شكرا كثير لوجودي بين أهلي وناسي النشامة اللي أنا منهم وفيهم. شكرا لكم جميعا، محبتكم اليوم تسوى عندي الدنيا.